الناس اللي معانا يا ريت نعمل لايك وشير للفيديو بعد اذنكم، ولو مش مشتركين في القناه اشترك ونفعل زر الجرس. والف مبروك للاهلاويه، الف مبروك، فوز كبير جدا 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 للنادي الاهلي على الزمالك بنتيجه 5-3، ولولا تدخل موسيماني كانت النتيجه ممكن تكبر وتكون اكبر من كده، ولكن هنتكلم على النقط اللي عملها موسيماني والتغييرات اللي عملها في اخر الفيديو. النهارده بقى الاهلي جيب بتشكيله كالاتي: في حراسه المرمى رجع طبعا لعرينه البطل محمد الشناوي اللي انقذ كوره ولا اجمل النهارده، كورتين بصراحه كانت ممكن تغير مسار الماتش لولا الشناوي. وجه في الدفاع علي معلول وبدر بنون وايمن اشرف واكرم توفيق، وقدامهم حمدي فتحي، وخط وسط عمرو السوليه وديانج وقفشه وبيرسي تاو، وراس حربه محمد شريف اللي عمل ماتش برده كبير جدا جدا النهارده. الفريق كله الاهلي استحواذ الشوط الاول كبير جدا بيها، بدا بابو جبل وحمزه المسلوسي، محمود علاء والونش وفتوح وطارق حامد وامام عاشور وزيزو اوباما واشرف بن شرقي وعمر السعيد. دي تشكيله نادي الزمالك النهارده. بقى لو جينا نمسك